ماركاو ماركاو. ديما زومبي والعالمي حيث فاز منتخب زامبيا على المغرب بهدفين لهدف ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية، حيث سجل زكريا وزان هدف المغرب في الدقيقة 18 وعدل سامسون مالايا النتيجة في الدقيقة 73، فيما تكفل إيمانويل موانزا بتسجيل هدف الانتصار للزامبيين في الدقيقة 87 من ركلة جزاء أكسبتهم 3 نقاط، لكنها لم تكن كافية للتأهل، بينما المغرب احتل الصدارة في بهزيمة واحدة وانتصارين. هذا واعتبر سعيد شيبة مدرب منتخب المغرب للناشئين أن مواجهة ربع النهائي التي تجمعهم بالمنتخب الوطني الجزائري تختلف عن بقية المباريات باعتبارها دربيا مغاربيا دائما ما يمتاز بالحماس، وكل طرف سيبحث عن الفوز وتحقيق التأهل. شكرا. طبعا احنا الأولوية الآن هو نرتاحوا نريكيبيريو بشكل جيد، لأن المجهود ديال الفريق الثاني اليوم لأن غيرنا 11 لاعب، لاعبين ما عندهمش إيقاع ديال المباريات، فمطالبين أننا نرتاحوا مزيان وابتداء من الغد نبداو نوجدوا المباراه ديال الربع النهائي اللي هي مباراه مهمه، مباراه مؤهله لكاس العالم، غنعطيوها الاهتمام ديالها، غنعطيوها الاهميه ديالها، غنعطيو للخصم الاحترام اللي تيستاهل، وخصنا نكونوا عندنا 3 ايام باش نكونوا حاضرين اليوم المباراه ان شاء الله. او كونترير لو بروفيل اي انورم باسكو سي فو سويفي بيان لي ماتش اي لي كومبوزيسيون دو ليكيب، انا شانجي 11 جوار فو لو سافي. Donc ce sont 11 joueurs qui n'ont pas joué, ils n'ont pas les rythmes des matchs, la satisfaction est énorme, ils ont fait une heure de très bonne qualité, on aurait pu terminer le match en première mi-temps, on n'a pas su le faire, donc c'est normal que cette équipe de la Zambie qui a son troisième match de poule avec les mêmes joueurs ait plus de rythme, plus de rigueur et plus d'engagement. Donc nous, l'intérêt c'était de reposer nos joueurs titulaires pour le match de mercredi. طبعا يعني الاستفاده كانت كبيره، يعني اشراك 10 لاعبين جدد تعطيك فكره على الجاهزيه ديال اللاعبين البدلاء، ايضا افكار على مستوى تغييرات ربما المباراه ربع النهائي وما تبقى من البطوله، اعطاء ايقاع ايضا اللاعبين اللي ما لعبوش منذ بدايه البطوله، فالاستفاده كامله من ناحيه عمليه التدوير، طبعا من ناحيه الملاعب الملعبين في حله جيده، الارضيه ممتازه في كلتا الملعبين، ملعب عنابه ملعب جميل جدا يعني ككل بساط وباقي يعني التجهيزات ديالو، فكاين اختلاف ولكن خلاصه انه ملاعب تتيح اننا نلعبوا بالشكل اللي شفنا عليه خصوصا الفريق في الساعه الاولى يعني ديال المباراه. أكيد مواجهات دائما ديال فرق شمال إفريقيا عندها طعم خاص، كاين هناك ندية، هي ديربيات يعني متعود عليها الجماهير، تيكون فيها يعني نكهة خاصة، تتكون عندها حماس خاص، طبعا الفرق يعني تطمح للفوز في هذه المباريات، فأكيد أنه مباراة بين دول شمال إفريقيا ما تتشبهش مباراة بين الفريق مثلا شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء، كاين اختلاف كبير وكاين اهتمام كبير في الجانبين في الشعبين للمباراة، ولكن يعني تتبقى مباراة في كرة القدم على أرضية كرة القدم وبساط ديال كرة القدم.